قلتيليش صحيح هتطلعوا فين في الهوني مون؟ هتطلعوا فوق بعض. لو النبي هيطلعوا فوق بعض، احنا ممكن نكون سامعين غلط وقصدها ساكنين فوق بعض. مع ان هم كانوا مستنيين يتجوزوا عشان يطلعوا فوق بعض. ايه ده ايه ده؟ طب ايه، احنا هنقضيها فوق بعض على طول طول الفيلم؟ مفيش غير فوق بعض؟ ما عندكوش حاجه محترمه؟ كله انتوا ايه راكبين فوق بعض في ايه؟ ما في يا جدعان. انت عارف ليه حاسس ان دوت موسم تزوج الذباب؟ يعني الذبابه لما بتتجوز بيبقوا فوق بعض. اتجننتوا انتوا الاثنين؟ في ايه يعني؟ اخبار العريس ايه؟ شكرا. ايوه شغال يعني ولا بيعلق؟ رد عليها، شغال ولا بيعلق؟ عارس ان هو خلاط كهربي او مكنسه يعني، شغاله ولا بتعلق؟ يبقى بيعلق. شغال فول تايم. شغال فول تايم؟ ده زي الغساله الاوتوماتيك يعني ولا ايه؟ حاجه نظيفه وبضمان صح؟ ايه بنتي، ما شفتيش عضلاته؟ هو عامة اشتغلنا احنا التلاتة عادي. ايه بنتي، ما شفتيش عضلاته؟ عامة هو اشتغلنا احنا التلاتة. انتوا داخلين في شركة ولا ايه؟ هي عادي كده الحاجات دي بتتقال في التلفزيون؟ يا ما ده انا بتكسف والله.